معكم حول الحدث رمتان عويطية. إنها 2:05 بعد الظهر بتوقيت باريس 3 في دمشق، 2 في الجزائر العاصمة، هنا مونتي كارلو الدولية. معكم حول الحدث، برنامج سياسي، ساعة تفاعلية مباشرة نتوقف فيها عند تعليقاتكم ونفتح المجال للأحداث التي تهمكم وتغيبها وسائل الإعلام. نقدم قراءة بين السطور من قلب قاعة تحرير من هنا في مونتي كارلو الدولية، ونفتح النقاش حول قضية اليوم في حلقة اليوم. عودة إلى مأساة أهل اليرموك، أقدم مخيم فلسطيني في سوريا، محاولات الإغاثة وإخراج الجرحى تصطدم بمواجهات بين القوى التابعة للنظام السوري من جهة والجيش الحر من جهة أخرى. قضية اليوم، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في الجزائر، ما زال الغموض يسيطر على الحياة السياسية في هذا البلد. ما هي سيناريوهات ما بعد بوتفليقة، وأي دور للأعلام وللمجتمع المدني؟ مع تحيات فريق معكم حول الحدث، دوني كومبياجي على هندسة الصوت، سامية مهيدي في الإعداد، وأسعد بمرافقتكم من وراء الميكروفون على مدى ساعة كاملة. رمتان عويطية، أهلا بكم. خارج نطاق التغطية. ناكل ولا شرب ولا حليب ولا شيء، وما فينا يعني نعمل شيء أكتر من هيك غير إنه نبكي ونتفرج على أولادنا والنعم بموتوا. وين بدي أروح بحالي أنا وجوزي وولادي؟ والله راح يموت من الفرس. خير أطفال كل ما تفجوه يا زلمة. نداء نداء نداء، نحن شعب هون مو كلاب عم يموت جوا المخيم. لازم نصبر مهما صار وندعي هالرب الجبار. الحمد لله في رحمة الله. أكل ودواء، بس مصير نذبح الإفساس تعصورنا وتفاز حقوق الحيوان وتدافع عن الحيوان، بس إحنا بشر. بدون أكل بدون خبز بدون أدوية بدون حليب أطفال عم تموت من الجفاف. وكنتم هالقضية الفلسطينية مع خيّة، تعالوا طلعونا من سوريا خالصين. شوفوا أطفال فلسطين، عجبكم أطفال فلسطين؟ يا عالم من جوينكم عايشين هالقلة؟ شو أكثر من هيك ضل؟ ليش قاعدين؟ ليش ساكتين؟ أنا هون مخيم اليرموك، شو مستنين؟ يا رشونا موتونا ولا تذلونا. عود إلى مأساة مخيم اليرموك جنوبي دمشق، وهو أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا وأقدمها. يعيش في المخيم 400,000 مدني في ظل حصار بدأ في 16 من كانون الأول من العام 2012 بسبب مواجهات بين مسلحين من المعارضة السورية وبين الجيش النظامي السوري. 400,000 مدني إذن عالقون اليوم من دون مأكل أو مشرب، الأمر الذي رفع عدد القتلى إلى 43 قتيلا بينهم أطفال وشيوخ ونساء. نستضيف من بيروت السيد علي هويدي، المدير العام للهيئة الفلسطينية للأونروا. أهلا بك سيدي. أجهضت حتى الآن العديد من المحاولات لإغاثة ودخول إلى اليرموك، أنتم تقومون مجددا بمحاولة إغاثة وإخراج الجرحى؟ يعني أنا أستطيع أن أتحدث عن قبل حوالي ربع ساعة من الآن جاءتنا معلومات من داخل مخيم اليرموك بأنه يعني قد
مع دخول 6 شاحنات الى المخيم، يعني معبئه بالمواد الغذائيه والمواد الطبيه، ولكن يجري الان ايضا التاكد من صحه هذه المعلومات، لان التجارب السابقه يعني علمتنا الا يعني نحكم بشكل فوري على يعني على هذا النوع من الاجراءات. ولكن بالفعل في حال نجحت هذه الخطوه، انا اعتقد بانه ستليها ايضا يعني خطوات لاحقه، وهذا يترتب يعني على احترام الاتفاق الذي تم توقيعه ما بين يعني الفصائل الفلسطينية وما بين يعني من هم داخل المخيم وبين من هم يعني على أبواب المخيم أو النظام بشكل أدق. لذلك جرى التوافق بين السلطات الرسمية السورية ووكالة الأونروا والمعارضة داخل المخيم على إدخال المواد الغذائية، خاصة بعد يعني 184 يوم من الحصار المطلق الذي يمنع من خلاله اللاجئ الفلسطيني من الدخول أو الخروج إلى المخيم، ويمنع المحروقات وتمنع المواد الغذائية والطبية. اليوم نتحدث عن سقوط 48 يعني شهيد بسبب الجوع والجفاف. لعل هذه الخطوة تكون إيجابية ومقدمة لخطوات لاحقة، ولكن كما قلت هذا يترتب عليه يعني الثقة المتبادلة لجميع الأطراف، ويمكن أن يكون أيضا مقدمة، لأن الذي نتطلع إليه والذي نطمح إليه ليس فقط يعني دخول هذه المساعدات الإغاثية والطبية، ولكن نتطلع بالفعل إلى أن يتم تحييد مخيم اليرموك وبقية المخيمات الفلسطينية عن المعارك الجارية، لأن يعني اللاجئ الفلسطيني ليس له يعني دخل في هذا الصراع الدائر. تعلمنا تجارب كبيرة جدا في السابق بعد تدخل في شؤون أي دولة عربية، كانت لنا تجارب قاسية جدا يعني في العام 1970 في الأردن أو في حرب الخليج الثانية أو في الحرب اللبنانية، ولا نريد أن نتورط في أي أزمات داخلية لأي دولة من الدول. نحن لدينا مشروع يعني لاجئين فلسطينيين، مشروع العودة إلى فلسطين، وليس التدخل في أي شؤون أي دولة عربية أخرى. شكرا لك سيد علي هويدي، المدير العام للهيئة الفلسطينية للأونروا، كنت مباشرة معنا على الهاتف. ونشير في هذا السياق إلى أن يعني الجهات تضاربت، ويعني كل واحدة ألقت باللائمة على إفشال مبادرات إخراج الجرحى والإغاثة. مثلا الدكتور مشعلاني وهو أحمد مجدلاني، الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلن أن المجموعات المسلحة الموجودة داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا أحبطت للمرة الثانية، هو يحملها المسؤولية، ويقول إنها أحبطت للمرة الثانية على التوالي محاولات إغاثة سكان المخيم المحاصرين الذين يموتون بسبب الجوع وعدم توفر الخدمات الطبية. في حلقة سابقة تطرقنا إلى هذا الموضوع في بداية الأسبوع الماضي، وصدفنا رئيس الهيئة الوطنية الفلسطينية من مخيم اليرموك فؤاد عمر أبو باسل، لنستمع إلى ما قاله في هذا الصدد عبر أثير مونتي كارلو الدولية. يعني نحن وصلنا هذا اليوم 178 يوم من الحصار الخانق والقاتل، محرومين من الغذاء ومن الدواء. نعم. تحولنا صلنا فترة أنا شخصيا وعائلتي معي أسبوع كامل من سخن مي، منسخن الماء ومنحط عليه بهارات ومنشرب ونشربه، وكثير من العائلات الموجودة هون في المخيم. يعني أنا كمواطن مدني ما ذنبي في ظل الصراع الداخلي يلي أنا بالنسبة إلي كفلسطيني دخلت على مجدل شمس لأطالب بحيفا ويافا، فهل أدفع فاتورة مطالبتي بحيفا ويافا بأن أجوع وأقتل بجوعا؟ هذا ما نحن نتكلم به. معاناة الناس، الأطفال، لا يوجد حليب، لا يوجد دواء، لا يوجد أطباء. الممرض العادي، الممرض المسعف العادي أصبح طبيبا، هو من يجري العمليات الجراحية، هو من يقوم بالعلاج، لأنه نفتقر حتى إلى الأطباء الذين أغلقوا عياداتهم وهربوا من المخيم. نحن مع النائب النص والحياد الإيجابي بالنسبة لنا كشعب فلسطين، نحن لنا بوصلي، قبلتنا فلسطين،
هذه هي قبلتنا، نحن اتجاهنا فلسطين. بدأ التهجير، بدأت الإغاثة، حتى العائلات التي خرجت من المخيم، في توجد أمهات خرجت برمضان الماضي نجيب ربطة خبز لأولادها، سكروا الحاجز، ألقت الأم برا وبقي الأطفالها الصغار اللي بالأشهر بقيوا داخل المخيم، ولا يوجد عندنا حليب ولا يوجد دواء، لا دعم مالي ولا غذائي. يعني وضعنا مأساوي جدا. ومن هنا من خلال محطتكم أوجه نداء استغاثي باسمي واسم أهالي مخيم اليرموك وباسم الهيئة الوطنية الفلسطينية، نداء استغاثي. إذن كان هذا نداء الاستغاثة للسيد فؤاد عمر أبو باسل عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية. وقد تعرض السيد أبو باسل للقنص وهو يحاول التنسيق لإخراج الجرحى من مخيم اليرموك. لنستمع إلى شهادته حول هذا الموضوع وإلى الجهة التي يتهمها باستهدافه. خرج مرضى فماشي وضامن حالي، وأمامي كان 5 عناصر من عندنا من الحياة، فكانت العملية مقصودة بالذات. يعني لابس البزة تبعي، لابس طاقية الهيئة الوطنية، ويلي شافني على القناص شايف مين عم بقنص، المنسق المسؤول عن التنسيق حتى يفشل العملية. والقنصة اجتني من الاتجاه الايسر وانت داخل على اليرموك من عند اخوتنا فتح الانتفاضة. فتح الانتفاضة، وهي للإشارة القوات الموالية للنظام السوري. على كل حال فهمنا أن هناك اتهامات واتهامات مقابلة. نأخذ من على الهواء مباشرة من لندن سيد ماجد الزير مدير مركز العودة في لندن. أهلا بك سيدي. أهلا بك. استمعت معنا إلى ما قيل، هذه الاتهامات والاتهامات المقابلة، هل يمكن اليوم يعني النأي بالمدنيين الفلسطينيين في المخيم عن هذه المواجهات المحتقنة بين طرفي النزاع في سوريا أو بالأزمة السورية؟ بالإمكان تحييدهم إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية لكل من يحمل السلاح سواء في داخل المخيم أو ممن يحاصر المخيم. والأصل أنه الرسالة التي أرسلها الأخ فؤاد من داخل المخيم والأخ أبو باسل رسالة إنسانية بحتة بأبعاد سياسية واضحة المعالم. الشعب الفلسطيني في سوريا مش معني في النزاع الداخلي، وجوده واضح في مخيمات، فبالتالي الفرد السكاني والجغرافي وارد على التداخل السوري. فالأصل أن يكون هناك اتفاقات توقع ثم تطبق على أرض الميدان. لا أتفهم على الإطلاق ولا أفهم أنه لا يمكن إغاثة المخيم أو وجود ممر آمن يغيث السكان. ما نشهده بالنسبة لنا كشعب فلسطيني يعني في الخارج لأهلنا وشعبنا الفلسطيني سوريا والتحديد المخيم الموك، نكبة تتجدد في أبعاد واضحة، بل بالعكس فاقت نكبة 48. نكبة 48 لم توثق لحظة بلحظة بمشهد واضح المعالم كما نحن نرى ونسمع كيف يحدث في القرن 21 أن يموت الناس جوعا في بيئة قومية عربية في هذا الجانب. أنا لا أعفي من المسؤولية كل من يحمل السلاح سواء الذي تتمترس في المخيم ويجب أن يخرج فورا أو الذي يحاصر المخيم ويوجه السلاح في حالة الحرب. تضيع البوصلة على الناس، والضحية دائما وأبدا السكان والمدنيين، وهذا ما وجدناه وشاهدناه بشكل واضح. المسؤولية في التدخل يعني تقوم على كل من لديه نفاذية على القرار في الداخل السوري، سواء منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة، الفصائل، أو الدول التي لديها دل على القرار في سوريا، إيران، حزب الله، أو الأوبة للنظام السوري لكي يعدل الوصلة. ولا وهذا لا يعفي على الإطلاق من تمترس في المخيم من فصائل مسلحة. عليهم أن يخرجوا فورا ويجنبوا شعبنا وعاصمة الوجود الفلسطيني في سوريا مخيم اليرموك أن يكون ضحية لهذا. التعداد منه موجود بالتدقيق بس 20,000 إلى 40,000 هم من بقوا، تختلف التقديرات. نحن نقول أن في 20,000 فلسطيني وهناك أيضا سوريين موجودين، مدنيين موجودين في المخيم. هذا العدد هو ما تبقى من 170,000 فلسطيني كانوا يعيشون في مخيم اليرموك ما قبل اندلاع الأزمة والطاحنة في سوريا قبل ما يقرب من 3 سنوات. هذا مهم.
ثم نشير إلى مسؤولية دولية. اللاجئين الفلسطينيين من صنع نكبتهم هي الأمم المتحدة بصناعتها لدولة إسرائيل على أرض فلسطين، فبالتالي هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية للأمم المتحدة وذراعها الأنوروا. الأنوروا لديها إمكانات، لديها مساعدات، لديها مخازن، وأيضا لديها مخازن داخل مخيم يرموك، عليها أن تفتحها فورا لكي تغيث الناس. هذا المسؤولية متعددة سواء داخل القطر السوري أو في المنظومة العربية التي تحيط بكم بالقطر السوري أو في المنظومة الدولية. والشأن الفلسطيني اللي السياسي عليه أن يتوحد ويقف صفا واحدا في حل الأزمة السورية. أنا لست مع أن نعفي أحد من المسؤولية سواء من الداخل السوري من الداخل المخيم من الفصائل المسلحة أو من النظام، لأن بقاء المسؤولية واضحة لكل من يحمل السلاح توصلنا إلى حالة من حل الموضوع وتحييد المخيم. هنا تكمن المشكلة، على يعني هنا يشعر الفلسطينيين في الداخل الذين يموتون جوعا، كما رصدت الكاميرات ورصدت الوثائق كلها بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بكل وسائلها. نحن كشعب فلسطيني موجودين في أوروبا، علينا مسؤوليات أيضا من أن نتواصل مع المؤسسات الدولية الإغاثية، الصليب الأحمر، الأمم المتحدة، لكي نضعهم أمام مسؤولياتهم. هناك عدة جوانب الأزمة، هناك جوانب إعلامية توثيقية لما يحدث، ولديها كمان يعني جوانب سياسية وقانونية وإغاثية، فبالتالي التفاعل معها يجب أن يكون بهذه الأبعاد، ويجب على كل قطاع ومن لديه نفاذية سواء بالمستوى الرسمي أو المستوى شبه الرسمي أو المستوى الشعبي أو الشخصيات المستقلة أن تكون دائما وأبدا في محل أن يضع يعني المجاعة التي تحدث لأهلنا في مخيم يرموك محل أولوية قصوى يومية. وهذا ما شاهدناه في الأول الأخيرة، أنه صار نوع في هبة شعبية فلسطينية في الداخل، في الضفة، في غزة، وأيضا في المحيط العربي، لكي يشعر أهلنا وشعبنا في مخيم اليرموك بأنهم ليسوا وحدهم في هاي معاناتهم، وأنهم يشعروا بهم إخوانهم في شتى أنحاء العالم. شكرا. نعم. شكرا. وقد وصل صوتك إلى من يستمع إلى مونت كارلو الدولية في سوريا عبر موجتنا المتوسطة. إذن نشكرك. وقبل أن نغلق هذا الموضوع لنلجا موضوعا آخر، لا بأس أن أقرأ البعض مما ورد في تعليقات مستمعين عبر صفحة معكم حول الحدث على فيسبوك. سليم الجزائري يكتب: هذه جبهة الممانعة التي صدعوا بها رؤوسنا. وفي أيضا في التعليقات جنان سلوادي تكتب: هناك الكثير من المعونات والمساعدات الغذائية والطبية على أبواب المخيم، لكن الجهات المسلحة هي التي تمنع دخولها. نعمان محمد يكتب: باختصار مفيد، مخيم اليرموك دخله إرهاب البترو دورار من الشباك، فخرج الأمن والأمان من الباب. ويشير أيضا إلى أن التاريخ يتم تزويره وفبركته. الصورة اليوم واضحة قبل دخول الإرهاب كما يقول إلى سوريا، ما كان للفلسطيني أن يجوع، بل كان في أمن وأمان. البلد الوحيد في العالم الذي استضاف الفلسطيني واعتبره ابن بلد هو سوريا الممانعة، سوريا المقاومة. ونقطة على السطر كما يكتب. وفي أيضا طلعت إذن السورشي من في فيسبوك يكتب: باختصار هي قمة الإجرام. إذن اختلفت أيضا التعليقات حول هذا الموضوع، لكن الأمر الذي نولي إليه الاهتمام وهو المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون تحت سندان ومطرقة الجماعات المتحاربة سواء من هذا الطرف أو من ذاك. شكرا لكم. ننتقل إلى موضوع آخر. لا أكل ولا شرب ولا حليب ولا شيء، وما فينا يعني نعمل شيء أكثر من هيك غير إنه نبكي ونتفرج على أولادنا والنعم بموتوا. وين بدي أروح بحالي أنا وجوزي وأولادي؟ والله راح نموت من الفرس خير. كفايه كل ما تنفجون يا زلمه. نداء نداء نداء
نحن شعب هون مو كلاب عم نموت جوا المخيم. لازم نصبر مهما صار وندعي هالرب الجبار. الحمد لله في رحمة الله. أكل قلا بس مصير نذبح الابساس تعصورنا وتفز حقوق الحيوان وتدافع عن الحيوان، بس احنا بشر بدون اكل بدون خبز بدون ادوية بدون حليب، اطفال عم تموت من الجفاف. وكنت من هالقضية الفلسطينية ما عاد خيا، تعالوا طلعونا من سوريا خالصين. شوفوا اطفال فلسطين، اجيبكم اطفال فلسطين يا عالم، ما نزلوا انحن عايشين هالقلة. شو أكتر من هيك ضل؟ ليش قاعدين؟ ليش ساكتين؟ أنا هون مخيم يرموك، شو مستنين؟ يا رشونا موتونا ولا تذلونا. أنا جوعان. بين السطور بين السطور، مادة إخبارية من قلب قاعة التحرير في مونتي كارلو الدولية، ننتقيها لحضراتكم للمساهمة في إلقاء الضوء على مسألة معينة. اليوم نتوقف في روبورتاج عند العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر. من الجزائر فيصل مطاوي. العلاقات الجزائرية الفرنسية تدخل عهدا جديدا. جون مارك كيرو الوزير الأول الفرنسي قال خلال زيارته للجزائر أن هذه العلاقات تتسم بالثقة، الأمور التاريخية وضعت جانبا فيما أعطيت الأولوية للملفات الاقتصادية، الشراكة المتكافئة أصبحت عنوانا لهذا التعاون. أغنو مانبوغ وزير التقويم الإنتاجي الفرنسي. فرنسا والجزائر لهما ماض مشترك ومستقبل كبير ينتظرهما. هدفنا ليس بيع منتجات فرنسية للجزائريين، وإنما الاستثمار في الجزائر والمساهمة في توظيف الشباب الجزائري الباحث عن العمل. نريد الإنتاج في الجزائر ونرحب بالاستثمار الجزائري في فرنسا. البرودة التي تطبع العلاقات بين الجزائر وفرنسا من حين إلى آخر تكون دائما عابرة. رضوان بوجمعة أستاذ بجامعة الجزائر. البرودة التي تشبه إلى حد ما برودة أفراد العائلة الذين تحكمهم مصالح تاركة الكبيرة التي يتركها أبو الأسرة. السوق الجزائرية أنقذت بحسب رضوان بوجمعة عدة شركات فرنسية من الإفلاس. أعتقد أن الكثير من الشركات الفرنسية اليوم تم إنقاذها بفضل السوق الجزائرية. أتحدث عن ألستوم، تتحدث عن شركات أخرى غير ألستوم، وتحدث حتى عن المنظومة البنكية الفرنسية التي أصبحت اليوم واقعا على المستوى الوطني. هناك أكثر من بنك فرنسي اليوم له جزء كبير من السوق المالية في الجزائر. الرئيس بوتفليقة فتح كل أبواب أمام فرنسا في الجزائر. الصحفي مهدي بسكري. بوتفليقة فتح المجال للفرنسيين في كل المجالات خاصة الاقتصادي. بوتفليقة يعتمد كثيرا على الدعم الفرنسي. العلاقات بين فرنسا والجزائر ليست مضطربة، وفي نفس الوقت هناك كثير من المسائل التي لم يطرحها بوتفليقة، مثلا تجريم الاستعمار الذي يرفضه بوتفليقة. الحكومة الفرنسية إذا رأت أن هذا الرجل يناسبها تدعمه. الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر لازال حاضرا في العلاقات بين البلدين. الكاتب والصحفي مصطفى بن فضيل. سواء في الجانب الفرنسي أو في الجانب الجزائري لم نجد الكلمات ولم نجد الأدوات لتناول موضوع الذاكرة اللي هو ما زال يسمم العلاقات. يعني طالما لا نجد كيفية لقراءة للتاريخ، لا أقول بصفة موضوعية لأن هذا مستحيل، ولكن على الأقل بصفة متوازنة، فأظن بأن العلاقات ستبقى متوترة. الجزائر تسعى إلى فتح حوار سياسي منتظم مع فرنسا لتجاوز كل العقبات، فيما فرنسا تريد الحفاظ على المكانة الرائدة في السوق الجزائرية حيث المنافسة شديدة مع الدول الأخرى. فيصل مطاوي، الجزائر، مونتي كارلو الدولية. ومن الجزائر نفتح قضية اليوم، سيناريوهات ما بعد بوتفليقة إن لم يترشح إلى عهدة رابعة. قضية اليوم
للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14. إذن نفتح الحديث اليوم حول المشهد السياسي في الجزائر، في بلد يستعد لخوض انتخابات مفصلية بعد أشهر قليلة، مفصلية نظرا لصحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأيضا نظرا للسياق العربي والإقليمي الذي يلقي بظلاله على السياسة في الجزائر. بداية معنا من الجزائر مراسلنا فيصل مطاوي. أهلا بك فيصل. مساء الخير مطر، مرحبا. مساء النور. ممكن تضعنا في السياق الجزائري اليوم في قبل يعني أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية؟ نعم، والرئيس بوتفليقة سيستدعي الهيئة الناخبة ربما هذا الخميس أو الجمعة، يعني 3 أشهر قبل الانتخابات التي ستنظم في شهر أبريل نيسان، ربما في 17 من الشهر أبريل. طبعا الرئيس بوتفليقة لم يفصح لحد اللحظة عن نيته التقدم إلى عودة الرابعة، وبالأمس كنا حاضرين في الندوة الصحفية للسيد عمر صعداني وهو أمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. السيد عمر صعداني قال صراحة أن الرئيس بوتفليقة سيتقدم وسيترشح إلى الانتخابات القادمة، وأنه سيقول ذلك بعد استدعاء الهيئة الناخبة، فيما يعني تكثرت الانتقادات داخل جبهة التحرير من التيار المعادي لترشح بوتفليقة، وهؤلاء يطالبون مثلا بترشح أسماء أخرى مثل علي بن فليس الوزير الأول السابق ومولود حمروشي الوزير الأول السابق، ويتردد كثيرا رمضان في الجزائر احتمال ترشح الوزير الأول الحالي علي الملك سلال، رغم أنه ينتقد من خلال يعني تصريحاته التي في كثير من الأحيان تضحك الشباب. مسار السخرية. نعم نعم نعم، مسار السخرية لأنه يكثر من النكت رغم أن هذا لا يليق بمقام وزير أول. وهناك أيضا صعوبة في الإلمام باللغة العربية مثل نطقه للفقراء بكلمة فقاقير، وكانت هذه نكتة العام بالنسبة للجزائريين على شبكات التواصل الاجتماعي. كنت سبق وأن أرسلت رسالة إلى مونتي كارلو الدولية تتحدث فيها عن اتجاه رسمي في الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني إلى الدفع بترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة. هل نفهم من كلامك أن هناك يعني جناحين في الحزب، الذي الحزب التاريخي إن صح التعبير الذي يساند بوتفليقة مع الترشيح وضد عهدة رابعة؟ نعم، هناك خلافات رمضان داخل الحزب، وطبعا هذا ما يسمى بالحزب العتيد في الجزائر والحزب الواحد سابقا، ويبدو ان السيد عمر صعداني جمع الكثير من المناضلين يوم السبت في اجتماع سمي باجتماع شعبي في اعالي العاصمه لينادي بترشح بوتفليقه الى عهده الرابعه، ويبدو ان عمر صعداني يتلقى ربما الدعم من شقيق الرئيس بوتفليقه هو سعيد بوتفليقه الذي يصر على ترشيح الرئيس، رغم ان السيد بوتفليقه 77 سنه مريض وبعيد عن الساحه السياسية، وهو لا ينطق تقريبا ولا يسمح أحد، ولا يتنقل الولايات ولا حتى لا يقف على رجليه. كان هناك ربما تيار داخل الرئاسة وحول الرئاسة يضغط ليبقى رئيس بوتفليقة رئيسا في السنة هذه يعني بعد الانتخابات أبريل، وهناك تيار آخر موجود كذلك بعضه في المخابرات الجزائرية يريد تغيير الأوضاع، لأن الأوضاع الجيوستراتيجية في المنطقة العربية والساحلية مع الأمن والاستقرار في ليبيا وفي مالي وفي دول أخرى، يعني بعضهم يقول يجب أن يكون في الجزائر رئيس قوي يمكن أن يسير شؤون الدولة في ظروف صعبة، وهذا الاختلاف لازال موجود، وهناك ضبابية كاملة. اليوم الصحافة الجزائرية تحدثت عن الستاتيكو الموجود داخل النظام بحكم عدم يعني وضوح الرؤية، وضوح الرؤية المتعلقة بترشح رئيس بوتفليقة من عدمه. شكرا لك فيصل مطاوي مراسل مونتي كارلو الدولية، كنت مباشرة معنا عبر الهاتف من الجزائر. ونفتح الحديث الحوار حول هذا الموضوع مع زملاء من الصحافة لكي نأخذ طبعا إذا مراقبا أكثر من طبعا يعني مع الفاعلين السياسيين، لأن الأمر أو الوقت ما زال مبكرا للحديث إلى الهيئات السياسية، بما أن الرئيس بوتفليقة لم يعلن بعد هل نيته إما إعادة الترشح لفترة رابعة أو عدمها. ونسعد باستقبال من الجزائر سيد عثمان لحياني الصحفي. أهلا بك.
أهلا بك. معنا أيضا من الجزائر رشدي رضوان رئيس تحرير تلفزيون الشروق، أهلا. مرحبا. ومعنا أيضا على الهواء مباشرة من الجزائر حدى حزام مديرة صحيفة الفجر الجزائرية. حدى أهلا. أهلا بك. وسنبدأ معك حدى. أولا نهنئك بتصنيفك في الجزائر ضمن سادس أكثر شخصية نفوذا في الجزائر العاصمة. كيف يمكن لامرأة صحفية تكتب بالعربية أن تتبوأ هذه المكانة في الجزائر؟ نقطة حول هذا الموضوع قبل أن ننتقل إلى النقاش حدى. شكرا على التهنئة. ربما لأن المقرؤية بالعربية هي أكبر من القراء بالفرنسية، وأيضا الصحافة العربية منذ التعددية أثبتت أهميتها وتغلغلها في بين المواطنين، في يعني على مستويات عليا، حتى الطبقة الحاكمة صارت تقرأ بالعربية عكس السنوات القليلة الماضية. حتى لننتقل إلى موضوعنا، كما رأينا مع فيصل مطاوي مراسل موطن كارلو الدولية في الجزائر، هناك على ما يبدو تيارات مختلفة داخل الحزب العتيد كما يسميه جبهة التحرير الوطني مع أو ضد ترشح بوتفليقة، رغم أن الرجل مريض وهذا ليس فيه أي شك. ما رأيك في دفع البعض إلى ترشح بوتفليقة؟ هل هو بداية سيناريو التوريث كما قال البعض لشقيق وعائلة بوتفليقة؟ أنا استبعد أولا سيناريو التوريث، لأن الربيع العربي ألغى نهائيا هذا المصطلح من الساحة السياسية، وإنما هناك مصالح، هناك أصحاب مصالح مرتبطين، وهناك أشخاص لديهم ملفات مفتوحة على مستوى العدالة، والضامن الوحيد يعني لسلامتهم وإبعادهم على أبواب السجن هو بقاء الرئيس بوتفليقة، لأن محيط الرئيس غارق في الفساد، والأمين العام لجبهة التحرير نفسه هناك قضية مفتوحة بشأنه منذ سنة 2007. يعني إذا ما ابتعد بوتفليقة عن السلطة سيكون أغلبهم داخل السجن لا حالة، ولذلك أنا لا أعتقد أن هناك تيارات في جبهة التحرير. لم تعد جبهة التحرير يعني السياسة ولا ممارسة السياسة بالمفهوم يعني الكلمة، وإنما هناك مصالح تتصارع حاليا. نعم، وأشخاص يتلقون أوامر، يعني كل ما يقوم به رجال الجبهة هو تطبيق لأوامر لدوائر في الظل ليس إلا. ونتوجه بهذا السؤال أيضا إلى السيد رشدي رضوان رئيس تحرير تلفزيون الشروق، أهلا بك. هل تعتقد بأن هناك سيناريو للتوريث في الجزائر يقف وراء الدفع بعهدة رابعة لبوتفليقة؟ صحيح. أولا أن أهنئ السيدة حدى حزام على هذا التكريم الذي حظيت به مؤخرا، وأشد على كلمتها عندما تقول أنه سيناريو التوريث استبعد عن المشهد السياسي بالجزائر لاعتبارات كثيرة. ما نحن عليه اليوم هو أننا على بعد ساعات قليلة من استدعاء الهيئة الناخبة، وأمام مشهد ضبابي يؤسسه الكثير من الفاعلين السياسيين الذين لم يحددوا بعد دورهم أو قراراتهم فيما يخص رئاسيات 2014. الكثير من الأسماء المهمة التي من المفترض أن تكون في سباق حقيقي مع المرشح المفترض للسلطة لم تعلن بعد عن ترشحها للرئاسيات، حتى أنه الوزير الأول الأسبق علي بن سليس قال أنه سيعلن عن ترشحه في 19 جانفي القادم، لكن لحد الآن لم تتضح معالم هذه الترشيح. ولكن يعني ترشيح بن فليس شبه مؤكد، نحن نتكلم عن ترشيح بوتفليقة إذن، وغياب البديل إن لم يرشح إذن بوتفليقة. هذا ما أردت قوله، أنه الجميع ينتظر في صوت عبد العزيز بوتفليقة ليحسم قرار ترشيحه من عدمه، لذلك الجميع يترقبون هذا الإعلان، لأنه إعلان مثل هذا سيحدد مبدئيا من سيكون على كرسي المرادية في 2014. الجميع يدركون خصوصا الأسماء الثقيلة في المشهد السياسي أنه ترشح الرئيس بوتفليقة لرئاسية 2014 سيحسم الجعبة مسبقا، وبالتالي حضورهم في أن يخلطوه على الحكم ستكون ضئيلة جدا.
بما فيهم أثناء الثقيلة كما قلت. سيحسم اللعبة لصالحة، لأنه لما إذا كان حسم، إذا كان ترشح وقلت إنه سيحسم اللعبة، أي أن الصندوق الأسود سيقف إلى جانب بوتفليقة، أي الجيش أو رجال المخابرات. ليس فقط هذا المعطى، وإنما هناك معطيات كثيرة. لا ننكر أنه رئيس بوتفليقة ربما لديه قاعدة شعبية تنتظر ترشيحه، خصوصا قاعدة الأحزاب الكبيرة بمثل حزب الأفلان. أنا أتحدث عن هذه الضبابية التي هي في الأساس من مصلحة جناح الرئيس، التي ربما هي ضبابية تربك المرشحين المفترضين لمثل هذا المنصب، ومن بينهم الأسماء التي ذكرتها. نعم، هذه نقطة جديرة بالاهتمام. سيد عثمان لحياني، ما الذي تعتقده؟ هل هناك سيناريو توريث عاد إلى الواجهة؟ نعلم أن بوتفليقة قام بتعديل وزاري وقضى فيه على بعض الرؤوس المشاغبة إن صح التعبير. هل هذه خطوة في اتجاه التوريث؟ طبعا ليس التوريث بالمفهوم ربما الكلاسيكي الذي كان يدعى اليه الرئيس حسني مبارك في مصر، او الرئيس معمر القذافي في ليبيا، او زين العابدين جيب العلي عندما كان يريد ان يورث الحكم لسيره، لكنه بالتاكيد الرئيس بوتفليقة ان يبحث عن، وايضا طبعا صناع القرار من حوله يبحثون الان عن رئيس بالوكاله ورئيس او رئيس بالنيابه. طبعا عندما كان واردا تعديل الدستور قبل نهاية السنة، كان الجميع يبحث عن من يكون نائبا للرئيس ليؤدي دور الرئيس في حال ما إذا اشتد المرض على الرئيس بوتفليقة، أو كان غيابه على الساحة، ليظهر قرارات نائب الرئيس فيما بعد قرارات مبررة ويعني لديها مشروعية دستورية. لكن بعد ما تبين أن الدستور لم يعدل قبل الانتخابات وليس ممكن من ذلك، بات البحث عن رئيس بالوكالة، بمعنى السلطة الآن ومع القرار الرئيس بوتفليقة ومحيطه السياسي يبحثون الآن عمن يستكمل البوتفليقية في الجزائر ويستكمل نفس السياسات ونفس العمل بنفس ميكانيزمات صناعة القرار ونفس الأدوات. طبعا عندما أتحدث عن الميكانيزمات والأدوات أتحدث أيضا عن نفس المحيط ونفس الجهات المصالح التي تستفيد واستفادت من الري البترولي ومن المشاريع ومن مختلف الامتيازات خلال فترة بوتفليقة، وخاصة خلال العودة الرئاسية الثالثة. أعتقد أن في هذا السياق تطرح مجموعة من الأسماء، كل هذه الأسماء من الوارد أن تكون محل يعني اختبار أولي داخل محيط السلطة قبل أن تطرح للمزاد الانتخابي فيما بعد. أتحدث هنا عن وزير الخارجية رمز الأمر الذي قد تؤعد له بهذا الدور إذا كانت السلطة ترى أن أولويتها مازالت أولوية خارجية. قد يؤعد الأمر إلى أحمد ويحيى رئيس الحكومة السابق، قد يؤعد الأمر أيضا إلى اللي هو رئيس الحكومة الحالي عبد الملك سلال، وإن كان الأمر بدأ يصعب لتمرير هذا الاسم إلى رئاسة الجمهورية بالنظر إلى مستوى خطاب السياسي الضعيف وعدم اقتناع الفئات الشعبية والقوى السياسية. لكن رأينا في الفترة الأخيرة خروج أديب جزائري هو ياسمين خضرة وإعلانه هكذا الترشح، حتى يعني من دون أن ينتظر ما سيقوله بوتفليقة هل سيترشح أم لا. ما رأيك في هذه الإعلانات مثلا حول خضرة، ياسمين خضرة وهو ابن المؤسسة العسكرية الجزائرية؟ هل يمكن أن يكون هو يعني ترشحه خطوة تكتيكية محسوبة من قبل العلبة السوداء هكذا يسمونها الاستخبارات ورجال الجيش الجزائري؟ لا أعتقد ذلك، يعني ربما دعيني أسمي هذه الترشيحات لأنها ترشيحات فلكلورية. قبل هذا ياسمين خضرة ضابط سابق، كانت هناك مجموعة ترشيحات لحرفي ينتهي بيع الخضار، وأيضا ترشيح لإمام سابق في مسجد، وكان هناك ترشيح أيضا لثلاث من المهاجرين الذين كانوا بعيدين عن المشهد الجزائري. أتحدث هنا عن الخبير المالي بن كوسة، أتحدث عن وزير المنتدب المالية السابق علي بن نواري، أتحدث عن الجزائري رجل الأعمال الجزائري المقيم في فرنسا المدافع عن المنقبات رشيد بن كاس. أعتقد هذه الترشيحات الكلورية لا تقدم ولا تؤخر في المشهد
السياسي، ولا يمكن أن تؤخذ بهذه الحسابات عما إذا كانت تتصل بحسابات يعني المخابرات أو لا. أعتقد أن القرار ما زال مغلقا وما زال وأداة يعني إصدار والدفع بمرشح السلطة يبدو أنه يقترب الآن كلما اقترب موعد الانتخابات، لكن أعتقد أن الأمر محصور بين ثلاث أو أربع أسماء تمتلك من يعني من المقومات المشروعية بالنسبة للمشروعية بالنسبة للسلطة، تمتلك من المشروعية بالنسبة للسلطة ما يجعل السلطة تدفع بها إلى المخاض الرئاسة المقبلة. وننتقل إلى رشدي رضوان في هذا الحديث. هناك الكثير ممن يقول يعول على دور المجتمع المدني. مستمعة زاهية تكتب على صفحة مونتي كارلو الدولية معكم حول الحدث على فيسبوك: عن أي مجتمع مدني تتحدثين؟ النظام دجن كل شيء وصارت الجمعيات مجرد لجان مساندة. ما رأيك سيد رشدي رضوان في هذا الكلام؟ أتفق كثيرا مع هذا الطرح، باعتبار أنه ما يصطلح عليه في المجتمع المدني في الجزائر هو عبارة عن بعض المنظمات الجماهيرية والمنظمات المنضوية أساسا تحت قبعة أحزاب معينة مثل حزب جبهة التحرير الوطني أو حتى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي. لذلك هي وعاء انتخابي محسوم أو حاسم أمره منذ البداية، باعتبار أنها أن ولاءاتها الأساسية هي لهذه الأحزاب وهذه التيارات السياسية. لذلك لا يمكن الحديث في الجزائر عن مجتمع مدني يحرك الصندوق لصالح مرشح معين بعيد عن القبعة السياسية لأي تنظيم جماهيري. كثير من المنظمات والجمعيات الجزائرية حتى الناشطة في 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 أماكن نخبوية مثل الجامعة لا تعلن صراحة عن ولاءاتها لأحزاب معينة. وحتى شاهدنا في السنوات الأخيرة الكثير من الأسماء التي ربما أعلنت عن خروجها عن الصف صبعدت من رئاسة هذه المنظمات والجمعيات واستبدلت بأسماء أخرى ربما لديها الولاء الكافي للوقوف في صف المرشح المفترض للسلطة. ما يلفت الانتباه في الأيام الأخيرة في اعتقادي هو عودة بعض الأسماء التي ربما استبعدت أو اختفت عن الساحة السياسية مؤقتا في السنة الأخيرة بالتحديد، وأقصد بذلك عبد العزيز بن خادم الأمين السابق لجبهة التحرير الوطني، وحتى ظهور الطيف الأمين السابق أيضا للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد يحيى، بإضافة إلى أسماء أخرى ربما تحاول أن تقول رغم أن بالخادم أسقط في يده في يعني قلب أو عقر دار جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم، لكن ظهوره مؤخرا في اجتماع الشعب الأخير الذي نشطه الأمين الحالي عمار سعداني أربك البيت الفلاني الجديد بقيادة سعداني، وربما سيسفر في الأيام القليلة القادمة عن مفاجآت ستكون ربما على لسان الخادم أو على تصرفات الخادم ومخيم. وأتوجه بالسؤال هنا إلى حدا حزام. حدا، تحدثنا عن غياب المجتمع المدني، كيف يكون هذا في بلد مثل الجزائر تسجل فيه الصحافة خاصة منها المكتوبة على وجه التحديد يعني سقفا من الحرية هو من بين الأعلى في دول المغرب العربي وحتى في الدول العربية؟ لا تساهم الصحافة الحرة في بناء هذا أو في تكوين هذا المجتمع المدني؟ الصحافة طوال 20 سنة التي مرت كانت هي الموجود الوحيد على الساحة، يعني الأحزاب والتنظيمات والمجتمع المدني أيضا، والصحافة تخلت في الكثير من الأحيان عن دورها ولعبت دور المعارض ودور السياسي ودور المجتمع المدني. أنا أظن أن دور الصحافة لابد أن يكون في الرسالة الإعلامية لا غير، ليس للتطبيل لمرشح ما أو لمرشح آخر، لأننا عشنا
تجربة 2004 أين يعني مرغة أن في الصحافة في المحل في لأن الاتجاه الذي اتجهت فيه الصحافة كان معادي لبوتفليقة في بعد الانتخابات الرئاسية دفعت الصحافة ثمن. أنا أظن أن الصحافة هذه المرة لابد أن يكون دورها توعوي ويدفع بالمواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار المرشح ويعود إلى المرشحين. السؤال اللي طرحتيه في بداية المناقشة أنا عندي معلومة أن أنا سألت منذ أيام التقيت بالمرشح علي بن فليس الذي وجه لنا منذ ساعات فقط وصلتنا دعوة لحضور مهرجان لإعلان ترشحه يوم 19 وقال أنا سألته هل ألا تخاف أن يكون سيناريو 2004 هو سيناريو 2014؟ قال أنه لديه ضمانات أن هذه المرة ستكون انتخابات شفافة. دخل بوتفليقة أو لم يدخل، دخل أو يحيى أو لم يدخل، دخل سلال أو لم يدخل، الذي لديه قاعدة شعبية والذي لديه وعاء انتخابي والذي يقدر أن يقدم مشروع أو برنامج انتخابي قوي هو الذي سيفوز. وأن المؤسسة مؤسسة الطب التي سبق لها وأن يعني كانت هي الناخب الأساسي في كل الرئاسيات السابقة ستقف هذه المرة كملاحظ وستضمن انتخابات نزيهة وشفافة. ولذلك أنا أظن أن الصحافة لابد أن تلتزم بدورها التوعوي وحراسة أيضا ويعني الصناديق. فلنتوقف قليلا حتى نتوقف عند هذه النقطة وهي مثيرة للاهتمام. نعم. تلقى المرشح بن فليس ضمانات من مؤسسة الظل أي من الاستخبارات ومن المؤسسة العسكرية الجزائرية والتي نعرف الجميع يعرف بأنها تلعب دورا هاما في تعيين الرؤساء في الجزائر. للمفارقة سمعت مثل هذا الكلام من مرشح سابق وهو سعيد سعدي الذي يرأس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وقال في عام 1999 عندما جاء ببوتفليقة إلى الجزائر وقدم ترشحه لأول عهدة قيل له إن مؤسسة الجيش سترفع يدها عن هذه الانتخابات لكي تكون حرة ونزيهة وقد أسقط في يد سعيد سعدي كما قال لنا مؤخرا. هل تعتقدين بأن هذا الخطاب يعيد نفسه وبأن المؤسسة العسكرية تريد أن تكسب الوقت لغير؟ أنا أظن أن هناك لعدم اتفاق معين على 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 يعني مرشح معين لأن هناك أيضا صراعات جهوية وتوازنات جهوية. وأظن أن المؤسسة العسكرية هذه المرة هناك داخلها أيضا هذه الصراعات الجهوية ولذلك أنا أظن أن الاتفاق انتهى إلى أن لا تدخل لجهة على جهة على يعني لصالح أهل الشرق لصالح أهل الشرق على حساب أهل الغرب. هذا لا أدري لصالح من بالضبط لكن أن وليس فقط المرشح بن فليس هو الذي قال هذا. هناك يعني ما يصلنا حاليا إلى قاعة التحرير أن هناك نية حقيقية للمؤسسة العسكرية أو مؤسسة الطب أن تسهر على انتخابات نزيهة وربما أن بوتفليقة أيضا لم يتقدم لعهدة رابعة لأنه هو الآخر أيضا أعطى سابقا سنة 2011 ضمانات لأمريكا وضمانات لأوروبا أنه في سنة 2014 لن يترشح وسيمرر المشعل وسينظم انتخابات حقيقية شفافة ونزيهة. وهذا يعني الكلام سمعته شخصيا من الوزير الأول منذ أشهر فقط. لكن وأشكرك هنا لأنك أعطيتني رأس الخيط. تحدثت عن ضمانات أعطيت من طرف النظام الجزائري إلى قوى أو دول خارجية. ماذا عن الدور الفرنسي اليوم في الجزائر؟ سمعنا قبل هذا أن نفتح هذا النقاش إلى ريبورتاج فيصل مطاوي حول العلاقات، تحسن على الأرجح العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد زيارة رئيس الوزراء الفرنسي الأخيرة إلى الجزائر. سيد عثمان بل سيد رشدي رضوان، هل تعتقد أن فرنسا ستلعب دورا في رئاسيات 2014؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال، سيدة حتى تحدثت عن الضمانات التي قدمت لمرشح معين. أنا أذكر أنه في 2004 قدمت نفس الضمانات للمرشح نفسه، وكان يتحدث بثقة كبيرة حول هذه الضمانات، لكن في النهاية حدث ما حدث. نذكر جميعا تلك الصفقة التي تسبب فيها لتريس من خلال جره ببعض المنظمات الجماهيرية مثل الاتحاد الوطني الشبيبة الجزائرية، الذي لم تقم له قائمة بعد ذلك بعد هذه القضية. العودة إلى قضية الدعم الفرنسي واليد الفرنسية في مثل هذه اللعبة السياسية في الجزائر، أعتقد أن فرنسا لم تتنازل أبدا عن فكرة أن الجزائر هي قطعة فرنسية يجب الإحاطة بكامل تداعياتها السياسية والاجتماعية والثقافية. لذلك الزيارة الأخيرة ربما كانت للمدير الأول الفرنسي ربما كان لها طابع اقتصادي في الواجهة، لكن أعتقد أنه كانت الرسائل السياسية واضحة من خلالها، وكانت الملفات السياسية فيها فتحت بشكل مهم، وربما ستتضح تفاصيلها في الأيام القليلة القادمة بعد ترشيح معين أو ترجيح كفة مرشح معين. يعني حد حزام، أعود إليك بهذا السؤال، وعفوا سيد رشدي، لم ترشح الفكرة واضحة، أنت تلمح إلى أن فرنسا قد تتدخل لأنها تعتبر دائما أن الجزائر جزء من فرنسا. حد حزام، هل هناك في اعتقادك تنافسا فرنسيا أمريكيا على ما الخريطة السياسية المقبلة في الجزائر، خاصة في ظل دور الجزائر الذي تلعبه في إطار مكافحة القاعدة في المغرب الإسلامي وفي الساحل؟ أنا أظن أن هذا التنافس كان في سنة 2004، يعني في رئاسة 2004، أين يعني ترجحت كفة أمريكا، لأن فرنسا الكل يعرف أن فرنسا كانت خلف مرشح آخر غير رئيس بوتفليقة سنة 2004، لكن بتدخل أمريكي وجه الانتخابات إلى صالح رئيس بوتفليقة، ولذلك يعني حتى خسارة بنفليس لم تكن في صناديق وإنما في القرار الأمريكي. حاليا فرنسا تعرف أن هناك لديها الملف الصحي للرئيس بوتفليقة، ولا أظن أنها سترهن ورقتها يعني لصالح رئيس، لا أظن أنه ينهي سنته المقبلة أو سنتين المقبلتين. الأعمار بيدي أنا وش قلت، لا قدر الله. حاليا في الرأي الأمريكي تأخذه من الموقف الفرنسي، لأن أمريكا تعرف أن فرنسا تعرف الحالة الصحية الحقيقية لبوتفليقة، ولذلك يعني كان الزيارة الأخيرة التي كان سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي للجزائر ألغيت، لأن أمريكا كانت لا تريد أن تعطي يعني الانطباع أنها تقف خلف الرئيس بوتفليقة وتؤيده في إذن كلمة كلمة. حاليا أنا أظن أن اللاعب الوحيد حاليا في العلاقات الخارجية بالنسبة للرئاسة المقبلة هي فرنسا. كلمة لرشدي رضوان وسننهي بها هذه الحلقة، ماذا عن هذه النقطة بالذات؟ هو في الحقيقة أنا أجزم أنه لا أحد يملك اليقين في مثل هذه القضايا، خصوصا وأنه المشهد السياسي في الجزائر معقد جدا، إلى درجة أنه الإعلام الجزائري يحاول أن يقدم تفسيرات وتأويلات على مزاج ربما بعض الأقلام وبعض الصالونات التي تتحدث في هذه المواضيع، لكن في النهاية دائما نتفاجأ أن السلطة لديها خيارات أخرى قد تفاجئ الجميع، وقد تطرح كامل هذه المعطيات التي نتحدث عنها خارج دائرة المفترض، وبالتالي التحديات أو العقدة هي عقدة جزائرية بحتة أم أنها عقدة إقليمية في اختيار الرئيس؟ قضية العلاقة بين الجزائر وفرنسا؟ لا، العقدة كيف يتم اختيار الرئيس في الجزائر، كيف يتم تعيين الرئيس، هل هي لدواعي جزائرية بحتة أولا وأخيرا أم أنها؟ أعتقد أنها كانت قبل 2009 دواعي إقليمية، باعتبار أن الفكر العربي مضبوط على فكر الأحادية في الحكم، لكن بعد 2009 وبعد الربيع العربي أعتقد أنها تغيرت معطيات كثيرة. الآن السلطة في الجزائر تعطيها اعتبارات، ولكن بطبيعة الحال مع المعطيات المحلية التي تتمثل في الشعب الجزائري والسلطة الجزائرية.
شكرا شكرا جزيلا لضيوفنا من الجزائر، كنتم معنا معكم حول الحدث مونتي كارلو الدولية، إلى اللقاء.